بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبلين كي أنا جيني ربي سند هاجراتو وني أغرتني كنن حجي كي ستنا من ربر باتشسو دلقان أغرتني قدون أرادو بنو تا جهز صوتي درسين تينا وان كورنان حجي تا دولا إرا أعمال عظيمة دلقا قردو أغرتني. فإن مما يحرص المسلم على فعله كل حين وخاصة في هذه الأيام المباركة وان نمت ربت أماني اتفتنو زمان مرتو أغرتني وان نتفتنو كيستو قويا بركة ويا كورنان حجي تدراتنا كيزت سنرى. أولا أداء الصلاة، صلاة وفي صلاة أداء الصلاة مع الجماعة، جماعة ولين بكنا من اتصالاتي صلاة. فالصلاة أمرها عظيم، صلاة أمري نسي قدو رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكنج أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. متان أمري إلى أمنتي كان كيستي متام مالين إسلام مال أجان وعموده الصلاة. أتبان أمو أمري كان أقرتني ما إن صلاة أجان وزروة سنامه الجهاد في سبيل الله. دلون أمو أقرتني أمري كان مالين مال دلون إسلام ما مالين الجهاد في سبيل الله كلا ربي تتي أقرتني جهاد أقول أجان. والحديث رواه الترمذي. والصلاة والصلاة أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات، وأني أول ربين أقرتني عبادات السادر كما قولي صلاة، وهي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن آخر قافة سكرات الموت كيس جلين لرسول ربي إذن آمن وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند موته، فقال الصلاة الصلاة وما ملكت إيمانكم. رسول ربي عليه الصلاة والسلام صلاة الآمن آخرة أقرتني أمري إساند صلاة الآمني وأن إسنرك كيسنجل جلو اللي خيري التوجد لجل. هادي ابن كوني رواه أحمد. وهي آخر ما يفقد من الدين، وأن إسلام مر آخر الأبم صلاة تنا. فإذا ضاعت ضاع الدين كله. فإذا ضاعت يو أقرتني سلاني كوني كبد تات ديني مرتبدي هما نفت. رسول عليه الصلاة والسلام أجل لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، هنا أن إسلاماتني هنا يكتي تكتكون يكتي أقمتون يكتين تنقبتنا من إسلام أجل. فأولها نقضا الحكم، وأن أول إسلام ما كيسا لما إسلاما إرابد مال أربت مرتفت لبو، وآخرهن وأن عروة إسلام ما سنرى وأن آخره مال الصلاة صلاة الرسول ربي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه إمام أحمد. وقد جعلها الله تبارك وتعالى من الشروط الأساسية للهداية والتقوى. أربين إذا كان أقرتني شرطي صلاة أبا أقرتني إسلام ما قول إجرا نمش ربي صدا تشوف أما اللي قجاله فيه صلاة قبات. واستثنى الله عز وجل أهل الصلاة من الأخلاق الذميمة والصفات السيئة. أربين قذي والروان فكتو دلق دبتو ور صلاة قبو هال بدا الرئيسان قل كل سجرا. وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الحد الفاصل بين الإسلام
والكفر ترك الصلاة. رسول ربي عليه الصلاة والسلام وننو في أقرتني كفري في شركي الدان باسو دانغان صلاة جلاني جلان الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. أهدين جدو كينا في جدو ورع أقرتني كافر أجرو دانغان الدان نباب تمالني صلاة نمني صلاة الإيسى كفر جل. والحديث رواه الخمسة. وقد تساءل أناس من في أمر الصلاة في المساجد مع جماعة المسلمين نمني هدو صلاتك أنا وسما صلاته نما ولي صلاة جماعة كان لا في سجرة. والله تبارك وتعالى يقول أربي أم مجد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صلاة سلابة زكاة لك الندى سنويو صلاة مجد زكاة لك الندى واركعوا مع الراكعين ورد صلاة ولي جماعة صلاة جد. وهو نص في وجوب صلاة الجماعة ومشاركة المصلين في صلاتهم. كن مال كن أقرتني رقا صلاة جماعة واجبة نما مصلي ورى صلاة ولين صلاة جتشرتك جل. وفي صحيح مسلم أن رجلا أعمى قال يا رسول الله حديث صحيح مسلم كيزت نمتش بلانتك رسول رسولة يا إرقما ربي جين ليس لي قائد يقودني إلى المسجد نمني قرى مسجدا نمسكين في دنجرو فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي أني رخصة قبا هيما قبا منك يت صلاة جلين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رسول لي أمو مالجين هل تسمع النداء للبه هند قيتا أزان هند قيتا هل تسمع النداء بالصلاة صلاة أفقد للبن قيتا. قال نعم. قال فأجب لك ركسان قبدو كوت يعني يونا متشبل الرسول لك نجان كبيرا مال هيري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادى من سمع المنادي بالصلاة نما صلاة أفلل بنمن الأجهج الرسول ربي فلم يمنعه من اتباعه عذر بكسان ديمه جل ديمه لكون أقرتني كركو ويسان دوقين لم تقبل منه الصلاة التي صلى صلاة إني أزان وصدقه بك من أوفي بك جنوت صلاة سن إبراهيم كيبلا يو ركو قبات مليجان قاكيلا وما العذر يا رسول الله ركو ما لني ريا إرقما ربي يعني قافنا رسول لما جان خوف أو مرض صدا وهي ونمت تجرات يو كان ركم لنمت تجرات جان. والحديث رواه أبو داود وصاه الألباني. وسأل رجل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فقال رجل يصوم النهار ويقوم الليل لم تقف عبد الله بن عباس لفه عبد الله بن عباس المعبير رسول ربي عليه الصلاة والسلام بيك علماء قرتني صحابة الرأي إذا لفه ما جين نمن وياهن صوم عالكنين لابتا لكن لا يشهد جمعة جمعة ولا جماعة صلاة جمعة في جماعة دف جنان. ابن عباس ما جاء هو في النار اني والرأي بالذات جل اكنا عن الجنة وان رسول الرأى قيف اكا من نمني جمعة في جمان دفن اسلام جل اما جدشو فحرس اياو بلسا اسلاماتو صلاة جماعة كان صلاة الرد فتني وتوبوا الى الله عز وجل قربي توب الله من التقصير والتفريط والتهاون والتكاسل عن ادائها صلاة كان قيسو كيزت والرجعين ما قبدا ورجعين متن وروالا ففتن ربي تتوب الله. أما اللي كبر باتشسو أقرتني دلقا قردو الرمال كلمو البودو عن الركون إلى الكفار وموالاتهم ور كفار اللي جالتشو لبو إساني التأتشقرو لبو نمني ربي التأماني ملتو الإسان مال ربيف نم جالتشو ربيف جبو قبا رسول عليه الصلاة والسلام مجن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذه ابنك أبي داود نمني ربي في جالت نمني ربي في جب نمني ربي في كن نمني ربي في الوقت إيمان نيساق وتميجراجا قال الشيخ المسلم بن تيمية رحمه الله تعالى إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله والنمى لا إله إلا الله جتشوكنا لما مرته السمال يقتدي أن لا يحب إلا لله
واني وامرتس اتيو واجالتس ربي في جالت ربي ملي وان براتي في جالت ولا يبغض الا لله ولا يوالي الا لله جال اللي تلي ربي يفتحه قبل جبان تلي ربي يفتحه قبل دين ما يعتنى ما واتدين تاتو اللي ربي يفتحه قبل وان يحب ما احبه الله والرب جالت جالت قبل والرب جب جب قبل ايه اما اللي واني اقرتني دلقان قردون دلقون نما مرابر با ساعة مرابر باجز كيستو عشرة عشر زل حجاتنا كيسا كنا نحجاكنا كيسا تبر باجزو زل حجاكنا كيسا تبر باجز دمالين كسا ديسو المحافظة على الوقت نمتش يرو في اقاتشو قبا فإن رأس مال المسلم في هذه الدنيا هي وقته الذي يزرع فيه للدار الآخرة والنمتان قبين نمتش مسلم قبو يرو اقاتني كيسة آخرة وافتها فتكان أكما رسول ربي الرافع عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس واشوى شندر اتسامة دجان حياتك قبل موتك جلوت اللي وصندون وصحتك قبل سقمك فيا وصو قبض وصون لبمن سامت وفراقك قبل شغلك أما اللي روك ذي قبض وصو واسن شاقل سامت وإبادة لك وشبابك قبل هرمك وسندل لومني درقا قمات اللي سامد وغناك قبل فقرك درمات انت اللي سامد وسوني يوم نجان والحديث رواه الحاكم وصاه الألباني يا أبا ليس مسلمات يا ولا ربي التأمنيو وإن كنت تحافظ على مالك يا دنيا انت اقت بكسر نمبنكيت فإن الوقت كالمال يرون تنتيتون اللي أكون دنيا تبر كلاهما يجب الحرص عليه والاقتصاد في إنفاقه وتدبير أمره إسان اللي أكون هريسا نتيقل يرون تينا الرابلة أكنان أكنتر فايداتكم اللي أكنتر وإن كان المال يمكن جمعه وادخاره وتنميته وريا قلتنين وراكا ننتنا والقبولين والكايولين هدو ميسونك والروغل ولين اندن ديام فإن الزمن أقصى ذلك زمن أمويرون نمر على مكون أكسيت دندم فحرس يا عبد الله يا نم ربي التعمنه ميفتني على وقتك وعمل لآخرتك كما أمرك ربك أكما ربي انسي عملت دلقات انت آخرا كيتف دلق ربي والنجل مال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أني وان براتف نما في جني الله انكالي نجل أنا هاتو كتشوم سني نقبرني في جي ربين الإمام النووي مالجد واني بكا كانت مالجد وهذا تصريم بأنهم خلقوا للعبادة إسان عبادة فكالك أمن وان كالك أمن فكنا دلقوا قبن قند دنيا قند تيسو تيمت قند إرترن بكا إرترن جد ورقنا بيك إرو في اللي سامت خيري أغرتني دنيا رت وجتتنا وياك يا ما إرى ملكاه ربنا هاتاتسو اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.